الله سبحانه وتعالى يريد لنا حتى إذا أردنا أن نحاور أهل الكتاب أن نجادلهم بالتي هي أحسن. أهل الكتاب إذا أردنا أن نجادلهم بالتي هي أحسن، فكيف بالذي تلتقي معه في إسلامك، في إيمانك بالله وفي إيمانك برسول الله وفي إيمانك بالفرائض وفي كل هذا هذه الأمور التي تلتقي عليها أو نلتقي عليها كمسلمين؟ من الطبيعي أنه ينبغي أن يكون هناك حوار وجدال بالتي هي أحسن.